رئيس الاتحاد الإفريقي السيد ماكي سال كما تشاهدون، والذي ينزل ضيفا على الجزائر وفي استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تحية ود واحترام متبادل وامتنان أيضا وبالغ تقدير للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث اعتبر دعوة الاتحاد الإفريقي السيد ماكي سال تمسك للجزائر ببعدها وعمقها الإفريقي الاستراتيجي والتزامها أيضا الراسخ بتعزيز الشراكة العربية الإفريقية. إذا تتابعون الآن مراسم الاستقبال الرسمي والشرفي للسيد ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي وضيف شرف القمة العربية. صور معبرة فعلا تعمق ذلك البعد الإفريقي الاستراتيجي والذي يلتقي في شراكة قوية مع البعد العربي.